قال رحمه الله: باب من يرث السدس. سبعة: الأب والأم والجد والجدة وولد الأم، أخ أو أخت لأم منفرد، وبنت الإبن فأكثر، أخت لأب فأكثر. الأب يأخذ السدس عند الفرع الوارث الذكر، أما مع الفرع الوارث من الإناث يأخذ السدس زائد الباقي. انتهينا من الأب. الأم اختل شرط من شروط الثلث، تنزل من الثلث إلى السدس. وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة، انتهت الأم. الجدة ترث السدس فقط عند عدم الأم، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. الجد يرث السدس عند عدم الأب، فعند وجود فرع وارث من الإناث هو كالأب، يقول هو كالأب عند عدم الأب، إلا في العمريتين ليس كالأب. وعندهم مسألة تأتي وهي الجد والإخوة. إذن الأب الجد كالأب إلا في ثلاثة مسائل: عمريتين والجد مع الإخوة، وسيأتي معنا الراجح. يبقى معنا من؟ يبقى معنا ولد الأم، أخ أو أخت لأم، قلنا بنفس الشروط الثلث، لكن هناك جمع وهنا إذا انفرد، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكون منفردا. جمع أخذ الثلث، انفرد أخ أو أخت لأم السدس. بقي معنا بنت الإبن فأكثر، بنت الإبن فأكثر إلى ما لا نهاية، تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب ابن ابن، تكملة الثلثين يسميها العلماء. أخت لأب فأكثر، تأخذ السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب، انتهى أصحاب السدس. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث السدس. نعم. والسدس للأب مع الفرع اثبتي كذا لأم معه أو إخوتي، فرع أو جمع من الإخوة. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. هذا هو الجد والإخوة، والمسألتين الغراوين سيذكر. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا من يعدم؟ الأب طبعا. نعم. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. نعم. وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، التي هي الأخت لأب. نعم. قلنا بنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر، السدس عند وجود بنت في البنت الابن بنت لها النصف وعدم المعصب، وفي الأخت لأب أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب. نعم. ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدة. الجدة يقول واحدة فصاعدة، مفهوم؟ طيب، أم أو أم أب أو أم أبو الأب أم الجد فصاعدة. نعم. وجدة واحدة فصاعدة مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. نعم، تساوين من الجهات، أم أم وأم أب يقتسم من السدس، أم 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 أب أم أب أب، ثلاث جدات يرثن الآن لأن تساوى في الدرجة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. يعني عندنا القربة من جهة الأم، أم أم وأم أم أب، هذه قربة وهذه بعدة، هذه ترث وهذه لا ترث. طبعا اعكس الآن، هذه بعدة من جهة الأم وقربة من جهة الأب، أم 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 أب. الراجح الصحيح أن هذه ترث وهذه لا ترث. عندهم هنا يقول التي من جهة الأم أصلية ترث حتى وإن كانت بعيدة. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعدا جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. تقدم أم أم وأم أم 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 الأم ترث وأم أم أم لا ترث. نعم. وكل مدل لا بوارث فلا إرثى له وقسم فرض كملة. يقول الآن أبو الأم ذكرناه في الوارثين،
من الذكور؟ لا لا لا, لا يرث. راح جاب أمه وقال ورثوا لأمي. طيب نقول لا أنت ترث ولا أمك بسلامتها ترث، مفهوم؟ أي نعم. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. قال الآن الحمد لله أكملنا الفرض،